وسعداء بيك، ونبدأ بقى كده. وفكرة هنا حصولنا على اللقب من بدري، البعض قد يرى ان الفكرة هنا ان الاهلي يعني ما كانش عنده منافس، بعض قد يرى لا هو الاهلي لعب كويس جدا، والبعض الاخر بيشوف ان الاثنين معا. حضرتك شايف حصولنا على اللقب بهذه السرعة، وكان اداء اكثر من رائع بصراحة رغم كل الاصابات والغيابات اللي احنا بنتكلم عنها والتغيير الفني اللي احنا شفناه، يرجع لايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الكورة والرياضة وكل حاجة، شفنا المنظر الجميل الرائع. صحيح. المؤمن مع رئيس النادي مع مجلس الإدارة، المشاعر الجميلة جميلة. دي هي ده، هو ده النادي الأهلي. طب. هو ده اللي بيجيب انتصارات للنادي الأهلي. صح. العيلة والأسرة، الانفعالات دي والأحاسيس دي لا تقدر. ده ابن من أولاد النادي، النادي الأهلي اللي يمكن يسيبه عقده بالكامل بيتاخد، والنادي الاهلي اللي يمكن لا هيسيبه لا هو ولا اسرته. وطبعا احنا شفنا فتحي والحاجات المؤثره، الى جانب طبعا المبارزه اللي حضرتك تفضلتي، حاجه طبعا ختام اكتر من رائع، حاجه فنيه على اعلى مستوى. الراجل كل يوم بيحط بصمه، صح، كل يوم بيقول انا موجود، انا عندي ذخيره من اللعيبه اصحاب الموهبه. لو تشوفي حضرتك امبارح المباراة كلها لمسة واحدة، لمستين، محدش بيعمل الكلام ده إلا برشلونة، أندية كبيرة اللي بتتميز بالعناصر لكل المنظومة وكل الفريق. عنده الملكة إنه ممكن يلعب من لمسة ومن لمستين، بيبدأ الهجمة من تحت. الحاجات دي كلها حاجات فنية. الجمهور بتاع الدرجة الثالثة، جمهورنا الكبير في مصر، يعرف قيمة لعيبة النادي الأهلي، عندها من المقدرة إنه يلعب في أي حتة في العالم ويحترف في اي حته في العالم. لو اتيح له الفرصه انه هناك وكيل يوديه للمكان لبرشلونه لا يقل عن برشلونه. امبارح سيمفونيه ما بين المدرب وما بين اللعيب. شفنا قد ايه المدير الفني وهو بيستقبل وليد سليمان وهو طالع، طبعا تحس بالحب الشديد قوي. ده الراجل بقالوش اسبوعين ثلاثه، ومع ذلك الحب ده بينعكس على الاداء في الملعب. طبعا طول ما في حب. يعني انا بتفق مع حضرتك في النقطه دي جدا، نفسيه اللاعب مهما كان محترف برضه النفسيه بتفرق جدا، ده على كل الاصعده. يعني لازم كمان الشخص يبقى مرتاح نفسيا وهو بيشتغل وهو بيأدي وهو بيتدرب وهو بيلعب ماتش وبيحصل على بطوله. يعني انا بتفق مع حضرتك جدا. برافو عليك، لان هو انت بتشوف حضرتك لعيب يبقى اخر الماتش تعبان جدا، وبعدين بيروح جايب هدف، بيعمل ايه؟ بيعمل سبرنت 100 متر، هو كان تعبان من دقيقه. الجانب النفسي ده وفرحه الجماهير وفرحه زمايله كلهم بيجروا عليه. ايوه. بعد ما كان خلاص مش قادر، ده بيورينا ان زي ما حضرتك تفضلتي الحته النفسيه مهمه جدا جدا جدا. المدرب الشاطر هو اللي بيخلي لاعبته تبقى مقتنعه وهي بتادي، وفي نفس الوقت بتادي بحب، بتادي باستمتاع. انا ممكن جدا اشتغل مثلا في مهنه نجاره، سباك، اي حاجه ممكن اشتغلها روتيني. لو انا بحب مهنتي ابتدي اعمل الابداع فيها. وكذلك لعيب الكوره، المدرب بيديله برواز، هو بيشتغل جوه البرواز. البرواز ده بقى ايه؟ ان انا يعني احط بقى لمساتي الجميله، اعمل لمسه ولعبه، اتحرك في الطريقه المناسبه. شفنا اللعيبه قد ايه حبهم لبعض، شفنا اللعيبه البدلاء او مش البدلاء، يعني الفريق كله، يعني حتى اللي قاعدين في المدرج كلهم لحمه واحده، كلهم قلب واحد. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اسره والله العظيم. ما بتكلم لا والله كلنا عشاعرين بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده. اصل العالم كله هتلاقي الانديه اللي هي اسره واحده دي قليلين جدا. يعني نادي برشلونه زينا عندنا كده، قلت على ابراهيموفيتش مش كده؟ ما عمرش ليه برشلونه؟ ليه ما عمرش؟ كل اللعيبه عندهم عربيه واحده، ماركه واحده. النادي علشان ما يبقاش فيه يعني في اختلاف، هو الوحيد اللي صمم انه يبقى راكب عربيه مختلفه عنه اخر سنه ومش صح. ليه؟ لانه يعني الحته اللي فيها التواضع وفيها الاسره، كلنا في النادي الاهلي متربيين على انه احنا اسره واحده، ما فيش في بينا كبير وصغير. تلاقي كبير يقول لولد صغير يا كابتن،